بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة طبعا قرب حلول عيد الأضحى المبارك، واسمحوا لي النهاردة، يمكن احنا يعني النهاردة في جولة طويلة في منطقة القاهرة التاريخية والإسلامية عشان نتفقد العديد من المشروعات اللي الدولة النهاردة المصرية بتنفذها، ويمكن أنا حرصت في البداية طبعا بصحبة معالي وزراء التنمية المحلية والإسكان والسيد محافظ القاهرة والسيد رئيس السيد اللواء رئيس الهيئة الهندسية إن احنا ننزل ونبدأ جولتنا من منطقة المقابر هنا. وخلينا بس يعني طبعا هناك توجيه كان من فخامة الرئيس إن لجنة تشكل برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية الوزراء والسيد المحافظ والهيئة الهندسية وكل وعدد من الخبراء عشان تناقش القضية اللي أثارت الحقيقة العديد من الجدل على موضوع المقابر ونقل بعض المناطق اللي في المناطق المقابر، وإن احنا إزاي نضع ليها تصور في إطار التنمية الحضرية اللي احنا بنعملها للقاهرة. وخلينا يمكن أنا حرصت أن أنا يعني أصطحب حضراتكم معايا في جولة النهاردة، والجولة دي أنا على المستوى الشخصي أنا عارف كويس قوي المنطقة وحافظها من قبل ما أبقى موجود في المسؤولية بحكم يعني الخبرة الفنية نفسها، وهذه المنطقة كانت من المناطق اللي كلنا عارفين أنها منطقة صعبة جدا. يعني حضراتكم شايفين طبعا معانا المية الجوفية عاملة إزاي، ده مستوى المية اللي النهاردة موجودة في المقابر، فتقدروا انكم تتخيلوا يعني الشعب المصري كله يتخيل ان يعني موتانا اللي ليهم كل يعني التبجيل والاحترام، وبيبقى كلنا عارفين يعني هذه النقطة ليها قدسية شديدة عندنا، ان بقى دفن بقى بيحصل ان المية بهذا الشكل. في ناس جوه بدأت تتحايل على هذا الموضوع ان بقوا بيرفعوا بسلالم وبيدفنوا فوق مستوى سطح الارض، لكن الوضع النهاردة للأسف إن هذه المنطقة زي ما حضراتكم شايفين حجم المياه الجوفية اللي موجود فيها وحجم التداعي والانهيار بتاع المقابر نفسه أصبح النهاردة طبعا بمنتهى الأمانة لا ناحية دينية ولا ناحية أخلاقية ولا إنسانية إن إحنا نترك مكان بهذا الشكل. عشان كده كانت الرؤية وإحنا بنتحرك في إطار تطوير القاهرة، خدوا بالكم إحنا على بعد أمتار قليلة من منطقة المتحف الحضارة وحديقة المنطقة الكبيرة اللي اتعملت حوالين بحيرة عين الصيرة والبارك الكبير الحضاري ومشروع كمان حديقة الفسطاط اللي احنا بنعمله الكبير، فمنطقة زي دي ان احنا تتساب بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. ومش عايز اتكلم بقى على البعد الامني ووجود طبعا هنا يعني ممكن تكون ممارسات ممكن نحنا كلنا يعني لا نقبلها انها تبقى موجودة في هذا المكان. عشان كده كان التصور لازم ان احنا يتعمل تصور كامل لهذه المنطقة، مناطق المية اللي موجودة دي تجعلها غير قابلة طبعا للدفن خالص، واغلب يعني أنا عايز أقول إن عدد كبير من حتى أصحاب الأسر اللي كانوا بيدفنوا هنا أخدوا أماكن في بديلة للمدفن بتاعهم وراحوا، أو حتى اللي هنا بيضطر يفضل مكمل بقى بيضطر إنه يعمل حلول إنه يطلع ويعلى، وده طبعا برضو من الناحية الدينية مش هو ده الحل الأمثل. عشان كده الرؤية بتاعتنا إن إحنا زي ما عملنا، وخلينا أقولها وأفكر كل المصريين، المناطق الغير أمنة اللي شلناها وحصل جدل ونقاش وهل المفروض ان احنا نعمل كده، يعني هنا احنا بنتكلم بنفس الطريقة ان احنا بنوفر بديل انساني وديني ويعني يقدر ان هو يراعي حرمة يعني موتانا، وده الحقيقة الدولة المصرية فعلا موفراه النهاردة على الطرق السريعة، وبدأت فعلا عمل حصر، وفي النهاردة اكتر من 20,000 مقبرة انشئت وحتنشأ في خلال الشهور القليلة القادمة علشان تبقى بديل ان احنا ننقل الاماكن اللي هي خلاص اصبحت واضح تماما زي ما حضراتكم شايفين انها لا تصلح لعملية الدفن. هي دي النقطة اللي لازم كلنا ناخد بالنا منها. طب هو ايه اللي هيتعمل هنا؟ اللي هيتعمل هنا في اطار نفس التخطيط ان احنا، لان طبعا دي من الناحية الدينية ودي درسناها، ما ينفعش يتعمل فوق المقابر القديمة غير يا اما حدائق ومتنزهات او مجموعة من الطرق او الخدمات، مش خدمات مبنية، ما فيش حاجة تتعمل، ممنوع ان نبني اي مباني عشان أأكد هذا الموضوع، انما بنتكلم على حدائق متنزهات يعني تبقى شكلها محترم وحضاري، او مجموعة من الطرق علشان نحل بيها شبكة النقل والانتقال جوه العاصمة. هو دي اللي هيتعمل في هذه المناطق، لان لا نقدر دينيا ان احنا نعمل اي حاجة تانية غير كده.
فده اللي لازم نبقى كلنا فاهمينه. ما ينفعش ان احنا نبقى سايبين منطقة بهذا الشكل في قلب القاهرة، لازم انها نجد لها حلول. وموضوع المية الجوفية خلاص، لان طبيعة المنطقة هنا نتيجة للبحيرات اللي موجودة، وطبيعة المنطقة انها منطقة منخفضة هي بتجمع المية كلها، فالنهاردة من الصعب جدا التعامل مع هذه القضية. عشان كده كان زي ما بقول لحضراتكم رؤيتنا، ويعني توجيه فخامة الرئيس وأكد على هذا الموضوع، يا جماعة لازم ان احنا نبقى كلنا عارفين شكل الأزمة عاملة ازاي. التصور بقدر الإمكان ان احنا ننقل المقابر اللي أصبحت لا تصلح يعني للنشاط الأصل اللي هي أنشئت من أجله في أماكن أخرى إنسانية، ونبدأ نعيد صياغة هذه المنطقة بما يخدم ان احنا بنضيف رئات خضرة للقاهرة. طيب هنصطدم، وده أرجو من حضراتكم، احنا كلنا شفناه. هل كلنا شفنا مقبرة الزعيم الخالد أحمد عرابي اللي كلنا يعني شوارع ورئيسية في كل مدننا النهاردة يعني باسم هذا الزعيم الخالد اللي كلنا درسناه في كتب التاريخ؟ شفنا المقبرة عاملة ازاي؟ يعني هل يعقل ان احد اهم زعماء مصر يبقى دي مقبرته؟ فهي دي كانت توجيه سيادة الرئيس، يتعمل مكان او منطقة كبيرة اسمها تبقى مقبرة الخالدين، علشان نعلي من شأن زعماءنا اللي يعني ضحوا لهذه الدولة على مدار العصور، ويبقى هناك مكان مجمع الناس تروح تشوفه وتبقى عارفة ان الزعيم ده عمل ايه للبلد. يعني ما اعتقدش ان في حد في مصر النهاردة، كلنا بنقرأ الزعيم احمد عرابي، لكن ما حدش ممكن كان يتخيل ان هي دي مقبرة هذا الزعيم الكبير. لكن هو ده، عشان كده كانت التوجيه يتعمل مكان على اعلى مستوى يبقى بيجمع كل يعني الخالدين والزعماء اللي كانوا موجودين في هذا الوطن، ويبقى مزار لينا كلنا عشان نفتخر بيهم، ويتعمل بشكل حضاري وعلى أعلى مستوى، ويبقى جزء من يعني رفع كفاءة القاهرة القديمة، ويبقى مزار لينا كمصريين كلنا نفتخر بيهم، والأطفالنا نعلمهم تاريخنا كان فيه إيه. حضراتكم طيب، بالإضافة لكده في مقابر اللي احنا ممكن شايفينها انها مقابر قديمة وممكن يبقى شكلها تراثي وحضاري، وانا بقولها لحضراتكم كراجل متخصص، المقابر دي احنا يعني بعضها مش داخل ضمن نطاق التطوير خالص، لكن انا شايفها وبقولها لحضراتكم في خلال شهور بسيطة ممكن تنهار، ممكن تقع. واحدة من المقابر ارجو حضراتكم شفتوها حجم الهيش اللي كان حواليها، واضح ان حصل فيها حريق، فالمقبرة نفسها يعني الواجهة بتاعتها اتحرقت. فالنهاردة دي اللي لازم نبقى واخدين بالنا منها، المقابر حتى التاريخية وذات القيمة، ودي كانت رؤيتنا في هذا الموضوع. طب اللي مش هيتم النهاردة نقله ولا ان هو هيبقى في مسار اي نوع من التطوير، هنتعامل معاه ازاي؟ فعندنا بدائل، يا اما هيتعمل تطوير للمقبرة نفسها كواجهة، ودي اللي الدولة هي اللي هتنفق عليها، مفروض ان صاحب المقبرة او الاسرة هم اللي بيتولوا هذا الموضوع، ولكن من الواضح ان هجرت هذه المقابر، وواضح ان الاحفاد نقلوا مقابرهم في حتة تانية، وبقى هو المكان متساب بهذا الشكل. طب هنعمل ايه؟ يبقى اللي احنا بنقوله النهاردة ان في مفردات جميلة ممكن تكون الحوائط، الواجهة بتاعت المقبرة دي ممكن بتتنقل هي كمان مع المنطقة اللي احنا ممكن هنعمل فيها حاجة مجمعة، سواء مقبرة خالدين او حتى المقابر ذات القيمة، وممكن ننقل المفردات. يعني احنا دخلنا بعض المقابر، ارجو ان حضراتكم تكونوا كنتوا معانا، المدفن نفسه معمول بالطريقة اللي كانت بتتعمل يمكن من 150 سنة فوق الأرض، ومعمول بالرخام والكلام ده كله، ولكن للأسف تحتيه بقى كله مية والمقبرة نفسها انهارت. فنقدر ان احنا هذا الشاهد للقبر بنقدر ننقله وبنحطه في أماكن يعني على برضو مستوى لائق، بنجمع فيها مين هؤلاء الزعماء. يعني بعضهم كان اعتقد كانوا في قيادات الجيش المصري في وقت من الأوقات في القرن 19 او بداية القرن 20، فبيبقوا دول نقدر ان احنا طبعا نحافظ على يعني قيمتهم وعظمتهم، ان احنا برضو ننقلهم في اماكن والناس تشوف الجمال اللي كان موجودة بيه المقبرة. فاحنا عندنا حلول وبدائل كثيرة، ان اما نطور في نفس المكان طالما ان هو بعيد عن خطة التطوير، او ان احنا بننقل اهم المفردات المعمارية والتراثية والخزفية اللي موجودة، الزخرفية اللي موجودة، وتتعمل لوحدها في مكان كبير كمتحفي وعرض متحفي،
وهو ده اللي احنا هتبقى البدائل اللي احنا عايزينها. احنا كدولة مع كل الاهتمام الشديد بتطوير القاهرة يعني انا بس يعني ولسه هنكمل يعني جولتنا، وعارفين كلنا منطقة زي كانت يعني سور مجرى العيون، كان منطقة المدابغ اللي كانت فيها عاملة ازاي، مناطق القاهرة التاريخية والإسلامية اللي بنطورها، اكيد احنا احرص ما يكون على الحفاظ على القاهرة القديمة وتاريخها، لان ده كلنا تاريخ نفخر بيه، فمش ممكن ان احنا هنكون عايزين ان احنا ندمر هذا التراث. الطبيعي يعني وارد جدا يحصل وجهات نظر كثيرة، طب انتوا بدل ما يعني تعملوا التطوير بهذا الشكل ما تعملوه بهذا الشكل. عشان كده كان توجيه سيادة الرئيس نعمل اللجنة وبسرعة مع المختصين والخبراء نضع سيناريوهات مختلفة وبدائل للتعامل مع بعض المناطق، لان في مناطق اعتقدش ان في حيصل عليها اي جدل ولا خلاف، منطقة زي اللي احنا شفناها يعني واضح تماما ان يعني الحلول واضحة، لكن هناك كان نوع من الجدل على بعض المناطق بعينها اللي يعني بيطلب الخبراء، واحنا بنقرأ كل اللي هم بيكتبوه بيطلبوا ان لا لازم يكون هناك بعض التصورات وان هم مستعدين يطرحوا بعض الحلول البديلة. احنا بنقعد معاهم وحنشوف هذا الكلام وحنصل في يعني بسرعة شديدة جدا لتصور اللي بقدر الامكان يحقق الهدف من عملية التطوير اللي احنا عايزينها. تاني انا بأكد هذا المشروع الكبير اللي احنا بنعمله يعني انا بشبهه زي ما بقول لحضراتكم زي ما عملنا للمناطق الغير امنة، ان مناطق زي دي بهذا الشكل والصورة الغير لائقة والغير انسانية لازم ان احنا ما نسيبهاش، واحنا بنطور القاهرة القديمة زي ما عملنا العاصمة الإدارية، احنا بنطور قاهرتنا القديمة عشان تبقى على اعلى مستوى، لازم هذه المناطق كلها يعني يرفع كفائتها ويعاد ليها الوجه الحضاري بتاعها. انا بس حابب اشكركم في بداية الجولة عشان نوضح هذا الموضوع، واحنا لسه هنستكمل مع بعض ان شاء الله الجولة النهاردة وجولة طويلة، وبعتذر لكم عشان الجو حر شوية. شكرا.